الو، الو استاذ عمر، اهلا بيك. كنت فين يا استاذ عمر؟ مستنيينك. انا عايزه اقول لحضرتك، يعني ناس كتير جدا مننا بتشوف عربيات التبرع بالدم، ناس بتبقى مقبله جدا وناس بتخاف وناس بتقول هيحصل لي تشيك اب الاول كويس علشان ادخل اتبرع ولا لا. الشكل الجديد بتاع حملات تبرع بالدم ايه؟ انا عايز اقول لك ان الحمله ديت هي مجموعه الجمعيه الامنيه الطلابيه بالتعاون مع جمعية ستارة، هو فريق إنقاذ الحياة في فرع مصر الجديد. بنحييكم جدا. بس احنا هدف الأول، احنا مش عايزين، يعني هدف الحملة الأساسي هو التوعية بأهمية التبرع بالدم، ومش هو جمع أدية الدم، لأن المشكلة الثقافة عند الشعب المصري التبرع بالدم ما فيش حد مهتم بيها، إن احنا نوصل لمين محتاج الدم بالظبط، هل التبرع بالدم ده مفيد للمتبرع نفسه؟ تمام. طب نوضح ده، هل انا لما هتبرع بالدم بتاعي هيحصل لي نوع من انواع الاستفاده الفسيولوجيه؟